تتصاعد حدة التظاهرات الطلابية في الولايات المتحدة، حملات قمع واعتقالات وتهديد لطلاب بفصلهم عن الجامعات على خلفية تمسكهم بموقفهم الداعي لوقف الحرب على غزة، وهو ما يؤرق إدارة بايدن المقبلة على انتخابات رئاسية ويجعلها أمام امتحان للقيم التي تتهم بأنها تطبقها فقط في حالات الضرورة. تتصاعد الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية المختلفة المطالبة بوقف الحرب ووقف الدعم الأمريكي الممتد للكيان لتتحول إلى ما يشبه الانتفاضة العارمة الرافضة لحرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، ما خلف حملة اعتقالات جماعية نفذتها السلطات المحلية بحق الطلبة والمتظاهرين المساندين للقضية الفلسطينية. اعتقالات فجرت الشارع الأمريكي في خطوة تصعيدية عززت التنسيق بين الجامعات والمجموعات الطلابية. حول الموضوع نرحب من الناصرة بأستاذ العلوم السياسية الدكتور سهيل الدياب، وينضم إلينا الخبير في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأستسمحك الأستاذ خلف الله لأبدأ مع الدكتور سهيل الدياب. هل يمكن اعتبار ما يحدث في الجامعات الأمريكية سابقة تتعلق بحالة التضامن التي تشهدها الولايات المتحدة مع غزة؟ حياتي لك بداية ولضيفك الكريم ولجمهور المشاهدات والمشاهدين. ما يجري في الولايات المتحدة هو أمر لافت ومفصلي. هذه الاحتجاجات، ودعيني أقول هذه الثورة الشبابية الطلابية، هي ليست عابرة وليست عاطفية، وإنما هي تغيير هيكل عميق في المجتمعات الغربية عامة وفي المجتمع الأمريكي بشكل خاص. ما تعنيه هذه الاحتجاجات هي أنها كشفت بالنهاية القناع عن سياسة الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة بالقضية الفلسطينية كقضية عينية وما يجري في قطاع غزة، ولكن أنا أقول أن المسألة أبعد من ذلك بكثير. هي أيضا تشكل رؤية أخلاقية جديدة وثقافية تختلف عن السياسات الغربية والأمريكية تجاه العالم أجمع. فبدأوا يسألون الأسئلة الأوسع من قضية غزة، حتى بما يتعلق بماهية الديمقراطية الغربية، هل نعيش بديمقراطية حقيقية أم لا، وما يجري من تنكيل لهذه الاحتجاجات الطلابية من قبل الشرطة الأمريكية إلا دليل على أن هذه الديمقراطية هي مأزومة بأقل ما يمكن أن نقوله. وبدأوا يسألوا أسئلة إضافية، هل نحن كنا على حق عندما دخلنا أفغانستان أو عندما دخلنا العراق أو عندما دخلنا سوريا عندما فتتنا الشعوب؟ حتى بقضية أوكرانيا بدأ الحديث يجري، ما هي مصلحة الولايات المتحدة بهذا الموضوع؟ فلذلك المسألة مسألة جدية عميقة بنيوية، وسيكون لها تأثير كبير على مجمل ما يجري في الولايات المتحدة بالعقد القادم. والعدوان الإسرائيلي على غزة كشف القناع عن هذا الجانب الأخلاقي الذي طالما إسرائيل نجحت بأن تبيع السردية الصهيونية سنوات طويلة دون محاسب أو دون مؤشر عكس ذلك. طيب الدكتور إسماعيل خلف الله، صوت الحق في بلد الحريات والديمقراطية يقابل بالعنف والاعتقال وحتى التنكيل، وبالتالي هل سقط قناع الديمقراطية في صرخ الجامعات الأمريكية اليوم، وهي التي دائما ما تتغنى بأنها دولة الحريات ودولة الديمقراطية؟
في البداية أحييك أستاذة وأحيي ضيفك الكريم والسادة المشاهدين الكرام. حقيقة كما أشرت هو سقوط حر هذه الفلسفة التي تغنت بها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ككل، تغنى بها وتحجج بها وهاجم بها أنظمة وشعوب بهذا المبرر، كما يعني كشار ضيف يعني على كريم على أن هذه اليوم هي محطة مراجعة وهذه الانتفاضة دليل على أن الوضع لم يعد يحتمل. فهؤلاء هذه الطبقة الطلابية اليوم وضعت هذه الأسئلة اليوم، وهي تجيب عن بهذه المظاهرات، هي تريد أن تعطي وتعلن رفضها لهذه السياسات التي فضحت وفضحت وكشفت. فالدعم يعني ليس فقط تم فضح وكشف، الدعم الفاضح والكاشف والصارخ لآلة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة، ولكن هذه المظاهرات كشفت وجه آخر، وهو أن السياسة أو المنظومة الحقوقية الأمريكية والغربية ككل فيها إعادة يعني في إعادة نظر. فهي اليوم تقمع هذه المظاهرات وتنتهك حق مقدس وأساسي كانت تتحجج به هذه الدول ضد خصومها. وهل كنا سنشاهد الدكتور إسماعيل خلف الله هذه المشاهد وحالات القمع والاعتقالات في صفوف النخبة من الطلبة والأساتذة إن لم يكن الأمر يتعلق بالكيان؟ بكل تأكيد هذا يعني كشفت بأن السياسة الغربية ككل هي رهينة للوبي الصهيوني. اللوبي الصهيوني هو من يقود هذه السياسات، سواء عن طريق المال أو عن طريق السياسة وعن طريق القضاء والقانون. القضية ليست فقط سياسة، احنا نتكلم على المؤسسات، هذه المؤسسات التي تخندقت كليا مع السياسة الصهيونية وهذه السياسة النازية التي أثبتت 2024 أثبتت بأن هناك نازية بصورة أخرى بأفعال أخرى. والجانب الآخر هو الجانب القضائي، المؤسسات القضائية الدولية أيضا هي رهينة لهذه السياسة، وهي تحت هذه السيطرة وتحت هذا اللوبي. كيف نفسر هذه الانتهاكات؟ لو شفنا هذه الانتهاكات حدثت في الشارع العربي فقط، الشارع العربي لاحظنا بأن الإعلام الغربي اليوم آلته لا تتوقف في وصف هذه الانتهاكات على أنها أنظمة فاشية وأنظمة بوليسية وأنظمة عسكرية. ها هو الآن هذه الفاشية اليوم تترجم في واشنطن في جامعات الأمريكية العريقة، الجامعات العريقة، ها هي الصورة تنكشف، ها هو القمع، ها هي السياسة البوليسية التي كانت تسوق وتحاول أن تصدر هذه الديمقراطية بين قوسين، هذا العلب الجاهزة، وتدخل سوريا انتهكت سيادتها عن طريق هذا المبرر، ليبيا انتهكت سيادتها وعن طريق هذا المبرر، أفغانستان، دول كثيرة، اليمن، كل هذا نعتقد بأنه اليوم هذه الصورة، هذه الانتفاضة الداخلية التي لم تكن متوقعة. الولايات المتحدة الأمريكية، ركزنا على الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تنظر على المستوى الخارجي، كانت تستعمل سياسة الترهيب وسياسة الترغيب وسياسة الكذب، وهذا على الدول خاصة الدول العربية أنها تحاول أن تضع المظلومية الكيان الصهيوني دائما رقم واحد، وأن ما تقوم به هو مبرر ودفاع شرعي، لكن لم تكن تنتظر
بأن البركان سوف ينفجر داخليا، وهذا وهذا البركان البركان كما كشف أشرت. زيف روايتها وحديثها الذي دائما ما تتغنى به بأنها دولة الديمقراطيات والحريات. دكتور سهيل دياب، برأيك لماذا لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التعامل مع هذه الاحتجاجات بهذا الشكل من العنف والتنكيل بالطلبة والأساتذة؟ يعني برأيك ألم يكن من المعقول أنها تتعامل بشكل مختلف مع هذه الاعتصامات من وجهة نظرك؟ تتعامل هكذا لثلاثة أسباب. السبب الأول أن تاريخ الشرطة والأجهزة الأمنية الأمريكية هو تاريخ عنيف، هو تاريخ عنيف منذ مظاهرات المعادية لحرب الفيتنام بالعام 68، وصولا إلى الوقوف ضد الأبارتهايد في جنوب أفريقيا في الثمانينات، وصولا إلى المظاهرات الصاخبة الكبيرة ضد التمييز العنصري لذوي البشرة السوداء. الشرطة وقامت دائما بالاعتداء والقتل والبطش وباستعمال العنف ضد المتظاهرين بشكل سافر، وهذا جزء من تاريخ ما يسمى إرهاب الشرطة وإرهاب الدولة الرسمية. السبب الثاني هو لأن الأمر كثيرا متعلق ليس فقط بموقف معين من أجل الديمقراطية، إنما المس بموضوع سياسة الولايات المتحدة الاستراتيجية في العالم، وخاصة بقضية الشعب الفلسطيني، من شأنها أن تغير موازين القوى في الولايات المتحدة من حيث هندسة الوعي الجماعي للمجتمع الأمريكي. هم لا يريدون أي أسئلة صعبة على الوضع، الهندسة العقلية والوعي الجمعي للمجتمع الأمريكي، وهذا الأمر أكثر ما يزعجهم. علي أن أقول أن مجلس الأمن القومي في الداخل الإسرائيلي بأبحاثه الأسبوع الماضي توصل إلى الاستنتاج أن ما يجري في الولايات المتحدة من حيث ثورة واحتجاجات يشكل تهديدا أمنيا على المستوى القومي الإسرائيلي، وهذا ليس صدفة، هذا التعريف لمثل ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية. السبب الثالث وهو سبب يعني مهم جدا، أن هذه الاحتجاجات لا تتوقف فقط على الاحتجاجات الأمريكية ولا تتوقف على جمهور الشباب والطلاب، وإنما هناك ارتباطا مع الحاضنة اجتماعية واسعة من محاضرين وأساتذة جامعات وإعلاميين، وأيضا النقابات وليس فقط في الولايات المتحدة وإنما في كل العالم الغربي. هم يخشون كثيرا هز هذا النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وباعتقادي أن ما يجري هناك هو سمة من تغير العالم ببناء شكل جديد ومواصفات جديدة لعالم جديد يتوق إلى أكثر عدالة وإلى أكثر حرية إذا ما وصل إلى نهايته الكريمة. الولايات المتحدة بهذه الخطوات تريد أن تؤخر هذا التاريخ، تريد أن تمنع الوصول إلى هذه النتيجة، فلذلك هي تقوم بهذا البطش غير المسبوق بهذا الشكل وبهذا العنفوان. طيب الدكتور إسماعيل خلف الله، من وجهة نظرك إلى أي درجة تنظر الولايات المتحدة الأمريكية بعين الربا إلى هؤلاء المحتجين والمغتصبين اليوم المساندين للقضية الفلسطينية، خاصة وأنهم من فئة النخبة ومن الممكن أن يؤثروا في صانع القرار الأمريكي؟ وبالتالي هل تعتقد فعلا بأن الولايات المتحدة الأمريكية انزعجت فعلا من هذا الحراك، أم أن الداخل الصهيوني وحكومة الحرب الصهيونية هي من حركت إدارة بايدن، خاصة بعد تصريح مجرم الحرب يمين نتنياهو الصريح والعلني والذي طالب فيه مباشرة بعد خروج هذه الاحتجاجات بوقفها وقفا فوريا وعاجلا؟
أعتقد أن هذه الاحتجاجات بدأت آثارها تعطي ثمارها، يعني والحقيقة أن اليوم ما نلحظه على الملف التفاوضي الذي تلاعب عليه ونتنياهو، تلاعب كثيرا بهذا الملف ومن ورائه بايدن وإدارة بايدن، يعني هم استغلوا الوقت وتلاعبوا بهذه الدورات وهذه الجلسات التفاوضية التي كان يعني جوهرها التلاعب على التفاوض. أعتقد بأن اليوم هذه المظاهرات الكاسحة والتي أصبحت رقعتها في تزايد جغرافيا وبشريا وعدديا وعلى مستوى ليس فقط الطلبة بل على مستوى الأساتذة والطواقم الإدارية كلها تنتفض وتعلن تأييدها للحق الفلسطيني ولرفض هذه الإبادة الممنهجة وهذا الدعم الفاضح لهذه لوسائل الإبادة من أسلحة ومن مال ومن لوجستيك وكل هذا. فاليوم نعتقد بأن المفاوضات اليوم هي أو هذا الرذوخ، رذوخ نتنياهو وحكومة الإجرام التي يديرها، أعتقد بأنها اليوم أصبحت تنازلت ونزلت من هذا الشجرة التي كان يعتليها نتنياهو بأنه يريد القضاء وعلى المقاومة وهذه المبررات التي هو في حقيقة الأمر ما هو إلا القضاء على الحق الفلسطيني. القضية ليست في قضية مقاومة، قضية جماعة كما يسمونها والمجموعة الجماعة الإرهابية التي هم يصفونها، كل الجانب الغربي يصف المقاومة بأنها إرهاب ويصفها، وهذا الحقيقة هذه شيطنة المقاومة، هذا انتهاك آخر، لأن المقاومة تكتسب شرعيتها من مقتضيات القانون الدولي، وأن حق تقرير المصير هذا من مقتضيات حق تقرير المصير، ولكن هذا موضوع آخر. نرجع نعود لأن المظاهرات وما أثرت خلال هذا الأسبوع فقط، نعتقد أن المفاوضات وما توصلت وما وصلت إليه مستوى التفاوض، هذا الرذوخ نعتقد هو نتيجة الضغط الداخلي الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية، ونعلم بأن إدارة بايدن، وبايدن هو على مشارف هذه الانتخابات التي سوف تؤثر، هذه المظاهرات سوف تؤثر على بورصته الانتخابية، وبالتالي هو يعطي الإعاز لهذه الإدارة أو لهذه الحكومة التي يديرها، نقولها بكل صراحة، هو من يدير هذه الحكومة بوسائل متعددة، فهو اليوم يعطي هذا الأمر والضوء والإشارة لكي تستجيب لوقف إطلاق نار دائم أو إلى قبول شروط المقاومة. نعتقد أن هذه أولى ثمار هذه الضغوط وهذه المظاهرات التي نقول بأنها بركان، هذا البركان ما زال في هيجان مستمر، ليس على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بل على كل المجموعة الغربية، فلاحظنا حتى الجامعات الأوروبية اليوم هي في تزايد وفي مظاهرات مستمرة على مدار الأسبوع. طيب، وهذه المظاهرات الدكتور سهيلة دياب التي انتقلت شرارتها من المدن الغربية إلى الجنوبية لتصل إلى وسط المدن الأمريكية، برأيك ما مدى خطورتها ومدى خطورة هذه المظاهرات على وانكشاف الديمقراطية على تماسك النسيج الأمريكي؟ برأيك إلى أي درجة إدارة بايدن وبايدن تحديدا يخشى من ذلك في هذه المرحلة؟ هذا الأمر الآن يتم التداول به بالعديد من الأبحاث ومن المحللين. أود أن أعطي قراءتي لما يجري حتى الآن، لأن الأمور لم يعني ما زلنا في مخاض والأمواج العالية لمثل هذا الاحتجاج وهذه الثورة، وكما أسماها ضيفك الكريم وبحق البركان. برأيي أن هنالك سردية دامت سنوات طويلة، سردية صهيونية تقول أن كل من يقف ضد الغرب أو ضد ديمقراطية الغرب أو ضد إسرائيل
فهو إرهابي لا سامي ومعادي لليهود، وهناك قوانين سنت بهذا الموضوع بأغلبية العالم الغربي. جاءت هذه المظاهرات لتجعل من هذه الحجة قزم صغير جدا يدعو إلى السخرية من غالبية الإعلاميين وحتى من قبل جاليات يهودية في الولايات المتحدة ساعدت وكانت جزءا من الاحتجاجات الطلابية، وهم الذين وقفوا أمام وسائل الإعلام العالمية ليقولوا ما يجري في الولايات المتحدة هو ليس عداء للسامية وليس عداء لليهود، وإنما عداء للسياسات الصهيونية بإبادة الشعب العربي الفلسطيني. وهذه السردية أستطيع القول أن إسرائيل والولايات المتحدة في هذه السردية العالمية والتي أنتجوها لإرهاب وتخويف كل ناشط وكل مجموعة سكانية وكل من يجرؤ برفع صوته ضد النظام الغربي بكل مؤسساته ومفاهيمه ونظمه أن يعطى لقب معاداة السامية. انظري مثلا إسرائيل الآن ومندوبها بالأمم المتحدة يقول أن الأمين العام للأمم المتحدة هو لا سامي، لأنه يقول أن هناك في إبادة جماعية في قطاع غزة. انظري ماذا يقولون عن كل شخص يصرح لصالح الشعب الفلسطيني أنه لا سامي، حتى وصل بهم الأمر أن اليهود الذين يقفون من أجل حل الدولتين أو حق الشعب الفلسطيني أو ضد الإبادة الجماعية بأنهم أيضا يدعمون اللاسامية في العالم ويخونون العهد الصهيوني. فلذلك برأيي أن هذه الحجة، هذه السردية التي سيطرت على العالم عشرات السنوات، الغربي أنا أقصد، حتى شخص جدي مثل كوربن في بريطانيا تم إقالته وإزاحته من منصبه نتيجة قانون معاداة السامية واتهامه بمعاداة السامية، وعشرات ومئات الناشطين في العالم الغربي. جاءت قضية غزة وصمود أهل غزة ليكشف القناع عن هذه الحجج. جاءت هذه المظاهرات الطلابية من عقر دار الاستعمار الغربي وخاصة الولايات المتحدة رأس الحية في هذه المجموعة وهذه المنظومة، ليقولوا هذه ليس فقط سردية زائفة وإنما تؤكد أن استعمالها كان بالسابق، وهذا هو الأهم، هو بمحط مراجعة. يجب أن نراجع متى اتهم الآخرين بمعاداة السامية بغير حق، لأنهم إذا استعملوها ضد الطلاب الجامعيين الأمريكان نتيجة لوقوفهم بشكل سلمي لصالح الشعب الفلسطيني يتهمون بذلك، فإن كل من اتهم بهذه الحجة سابقا يجب مراجعة هل هذا كان بحق أو بغير حق. نقطة أخيرة بهذا الموضوع، هذا يفرز النقاش الكبير داخل المجتمع الأمريكي، ليس بين جيل الشباب والجيل القديم، ليس فقط بين الديمقراطيين والجمهوريين، إنما يجعل النقاش عميقا حول القضايا الكبرى وليس فقط القضية الفلسطينية، على منظومة الأخلاقيات الغرب وسياسته أمام العالم وأمام شعبهم نفسه في هذه بهذا الأمر، وعلى أزمة الديمقراطية في العالم الغربي وعمق هذه الأزمة. طيب، اتهام الطلاب الأستاذ والدكتور إسماعيل خلف الله بمعاداة السامية والعنصرية في هذه الاحتجاجات، من وجهة نظرك هل يعكس حقيقة بأن هناك جيلا جديدا يرفض ممارسات الاحتلال الصهيوني اليوم في قطاع غزة وفي مختلف المدن الفلسطينية، ويرفض أيضا الدعم الأمريكي اللامتناهي واللامشروط في هذا العدوان؟ بكل وضوح، لأن هذه المظاهرات ليست فقط يعني تعطينا الإشارة على أن هو الشارع الغربي يعني تظاهر منذ أشهر، وهو التظاهر هذه نقولها بكل موضوعية، أن أكبر العواصم الغربية كانت كل سبت تشهد هذه المظاهرات، وللأسف
أن هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية أنهم لا ينظرون، أن ينتهكون صريح الديمقراطية، وأنهم لم يستمعوا لهذا الشارع، فحتى خرجت اليوم الجامعات وهذه الفئة الطلابية التي تفجر وصوتها وخرج، و يعني هو في تزايد. هذا المظاهرات التي نراها نلحظها على مستوى الجامعات الغربية، هذا إذان وإشارة واضحة على أن مستقبل الحق الفلسطيني هو مستقبل مشرق، فالقضية الفلسطينية، هذا الحق الإنساني، هذه القضية الإنسانية لها مستقبل، وهؤلاء على مستوى الجامعات، على مستوى أعرق الجامعات الغربية، هم في المستقبل القريب سيكونون قادة على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، وهذا يعطي الحق الفلسطيني في، وبالمقابل هذه السردية الصهيونية، هذه المظلومية الصهيونية المتغطرسة التي هي مغلفة على أنها مظلومية، والواقع أنها استبداد واستعمار من لون آخر، واستعمار بطرق عصرية، هذا نعتقد بأن له مستقبله في الزوال. هذه السردية ليس لها مستقبل مع هؤلاء الشباب الذين الغد القريب فقط سيكونون أصحاب قرار، والقرار الرسمي سيعطي الحق لهذا الشعب الذي في الحقيقة اليوم بكل أسف نقول بأن هؤلاء الساسة، يخرج لنا بلينكن المسؤول الأول أو وزير خارجية واشنطن والمسؤولين في الكونغرس وما زالوا، يعني رغم هذا بشاعة الصورة التي تصلهم من على الأراضي الفلسطينية والمقابر الجماعية في ساحات المستشفيات وكل هذا، ما زالت أعينهم لا ترى هذا، بل ترى ماذا يفسرون على أن هناك مظلومية، وعلى أن الحق لهذه الآلة، آلة الدمار، آلة القتل، وآلة النازية، لا يعطونها هذا الحق. فبالتالي نقول بأن هذا الكذب ليس لن يعمر كثيرا مع هذه المظاهرات، فهذه المظاهرات تؤشر إلى مستقبل لهذه القضية والحق الإنساني ككل. العالم يتطلع، نعتقد بأن هذه المظاهرات وهذه البراكين داخل الجامعات هي إذان بأن الوعي الإنساني وصل، ولا يمكن لهذا الغطرسة ولهذا الاستعمار أن يكون له مستقبل داخل المنظومة الدولية في المستقبل. طيب، ونظرا لتأثير هذا الحراك الدكتور سهيل دياب، هناك اليوم اتفاق إن كان من جانب الجمهوريين أو حتى الديمقراطيين على شيطنة هذا الحراك إن صح القول، في دعمه دائما إلى القضية الفلسطينية وإلى رفض الإبادة في قطاع غزة، وهو ما يتعارض مع المستوى السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ما مستقبل هذا الحراك برأيك؟ إذا رأينا المجتمع الأمريكي، يعني خلال السبعة أشهر الأخيرة كان هناك تغيرا يوميا برؤى النخب مقابل الجمهور الواسع. في الاستطلاعات الأخيرة هنالك أكثر من 55% من المجتمع الأمريكي يرفض العدوان الإسرائيلي على غزة، ويرفض الإبادة الجماعية هناك، ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه، ويرفض السياسة الإسرائيلية. إذا أخذنا على مستوى الحراك الشعبي الواسع، المظاهرات الكبيرة التي كانت إلى صالح الشعب العربي الفلسطيني كانت كبيرة جدا، ولم تنجح القوى الأخرى لصالح إسرائيل أن تنظم مظاهرة واحدة كبيرة خلال كل الأشهر الماضية، ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما بكل الغرب. إذا رأينا النخب السياسية، نرى أن هنالك أيضا تفاوتا بين جمهور الحزب الديمقراطي، والذي بغالبيته الساحقة حوالي 72% يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه، بينما بالمقابل 42% من المجموعات بالحزب الجمهوري، ولكن بين جمهور الشباب، غالبية الشباب من كل المجتمع الأمريكي يقف إلى جانب الأخلاقيات
دعم الشعب العربي الفلسطيني. النخب الرسمية الموجودة هنالك نقاش ونقاش كبير بين القيادة السياسية وقيادات الدولة العميقة بمفهوم CIA البنتاغون والFBI وآخرين، بين هاتين المجموعتين الدولة العميقة والنخب السياسية للحزب الديمقراطي هناك خلاف عميق بأي سياسات يجب التوجه إلى الأمام. الاقتراحات القادمة من الأجهزة الأمنية والدولة العميقة الأمريكية تؤكد للسياسيين أن على الولايات المتحدة أن تختار طريقا أكثر متوازنا. هي اليوم بدأت تدفع ثمنا كبيرا بتغطيتها على السياسة الإسرائيلية، وأصبح الأمر مكشوفا كشفا كبيرا ولا يمكن التغطية عليه، وهذا ما نشهده وهذا ما أدى إلى هذا الاحتجاج وهذا الانقلاب، ليتحول من موقف في استطلاع رأي إلى موقف بالشارع مستعد أن يقدم تضحية شخصية وأن يخسر مكان تعليمه من أجل أن يكون أخلاقيا مخالفا لهذه النظم. لذلك المجتمع الأمريكي يخوض مخاضا كبيرا خاض مثله بالسابق بقضايا أخرى مثل كما تحدثنا فيتنام والمساواة بداخل المجتمع الأمريكي ولمعاداة ذوي البشرة السوداء، ولكن هذه المرة الأمر يختلف بأمرين كبيرين. الأمر الأول أن هذه الاحتجاجات لها طابع ليس عيني لموضوع معين داخلي يمس الإنسان والمواطن الأمريكي مباشرة، وإنما أكثر هي قضية أخلاقية عالمية ثقافية، وهذا ما يخيف القيادات الأمريكية. هذا لم يكن كذلك عندما كانت النضالات في الولايات المتحدة لصالح جنوب أفريقيا على سبيل المثال، أو إلى صالح المساواة لذوي البشرة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كانت قضية عينية داخلية معينة فيها جوانب متعلقة بالمجتمع الأمريكي. هذه المرة يتم الحديث على تدويل المفهوم السياسات الغربية وأخلاقياتها. ما طيب تم سنعود إلى هذه النقطة دكتور سهيل دياب، ومعذرة على المقاطعة، تفضل ببقاء معي رفقة الدكتور إسماعيل خلف الله. سنعود لمواصلة هذا النقاش بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أجدد ترحيب بضيفي الكريمين، ونواصل هذا النقاش دائما فيما يتعلق بالمظاهرات والاحتجاجات بالجامعات الأمريكية ومآلاتها بعد فضها، وأي أثر سيكون لها على الداخل الأمريكي وتحديدا على إدارة بايدن المقبلة على الانتخابات. إذن الدكتور سهيل دياب، أعود لك في النقطة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل والمتعلقة بسقوط ربما مفاهيم الديمقراطية والحريات التي دائما ما تتغنى بها إدارة بايدن، وبالتالي هل تعتقد بأن لهذا سيكون أثر على مستقبل بايدن الانتخابي؟ حتى الآن الأثر هو أثر كبير وأثر واضح، وأيضا هذا يعني ما يزعج بايدن أكثر وأكثر، ولكن برأيي أن الأمر أصبح يزعج ليس فقط بايدن، برأيي الأمر أصبح يزعج الحزب الجمهوري الذي يريد إسقاط بايدن، ولكنه لا يريد إسقاط المنظومة والعقلية والسردية الغربية التي بنيت عليها مئات السنوات. الدولة العميقة الأمريكية بدأت تقلق،
ليس لأنه إذا يكون بايدن أو لا يكون بايدن، وإنما لأن كل أسس المنظومة مطروحة على المحك، لأن هذا الأمر أيضا مربوط مع مجريات عالمية إضافية أقلقت الولايات المتحدة والغرب عامة. ما جرى في أوكرانيا على سبيل المثال كان علامة أولى، وكانت محاولات لمنع تقدم العالم باتجاه تعددية القطبية، ولكن جاءت أوكرانيا لتقول أنه من الممكن أن يكون غير ما هو قائم، وما هو قائم هو سيء وغير مقبول. جاءت بعدها قضية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بغزة لتكشف قناعا إضافيا للعالم، وأثار كل رؤية العالم الواسع أن ما يجري هو ليس فقط غير إنساني، وليس فقط يعني غير صحيح، وليس فقط أنه إبادة، وإنما كيف يتعامل الغرب بين قوسين الديمقراطي مع مثل هذه القضايا، يغطيها، يعطيها دفعة، يقدم المساعدات العسكرية لمن يقوم بالإبادة، يمنع الأكل والشرب والدواء عن الذين يقتلون في جميع أنحاء العالم. هذه الأجواء تأتي أيضا في فترة ما يسمى صحوة الجنوب والشرق. انظري ماذا يجري في إفريقيا، كيف تعاملوا مع الاستعمار الفرنسي في السنوات الأخيرة ومع الاستعمار الأمريكي هنا. انظري إلى أمريكا اللاتينية حيث الصحوة تتوسع لوضع أصابع الاتهام على أن فترة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 91 لحتى الآن العالم أحادي القطبية قد قهر الشعوب الفقيرة، أفقر الفقراء وأغنى الأغنياء، وأعطى تقطبا كبيرا سياسيا وعسكريا واقتصاديا للعالم، ليس فقط بين دول غنية ودول فقيرة، وإنما بداخل كل دولة قام بمثل هذا التمايز وإفقار الفقراء. طيب، وضحت هذه الفكرة الدكتور سهيل دياب، تفضل بالبقاء معي. دكتور إسماعيل خلف الله، تطور الأمور بهذا الشكل الذي نتابعه وكنا نتابعه قبل قليل في الصور المباشرة لفض الاعتصامات بالجامعات الأمريكية، برأيك هل سيجعل الضغط على إدارة بايدن أقوى من قبل، خاصة بعد وصول حريق غزة إلى البيت الأمريكي؟ هنا قلت أن الضغط اليوم وصل على مستوى ما تحركات هذه الجلسات التفاوض التي كانت في السابق في أشهر السابقة كانت عبارة عن جلسات هذه الفرق التي يبعث بها نتنياهو لهذا التفاوض، إنما كانت فرق لتنتقل للنزهة فقط وللتلاعب على هذا التفاوض. على العكس، اليوم أنا أعتقد بأن هناك تفاوض جدي، هناك استماع لما تطرحه المقاومة، هناك نزول من هذا العلو الذي وهذا الغطرسة التي كان يمارسها وتستعملها سياسة نتنياهو. فأنا أعتقد بأن هذا الضغط، يعني هذا الضغط ضغط على إدارة بايدن بطبيعة الحال. الوضع كما أشار الضيف الكريم أن الوضع اليوم وصل حتى إلى إعادة تفكير في كل المنظومة الغربية، ليس فقط في على مستوى إدارة بايدن فقط. اليوم كما أشار الضيف على أن الدولة العميقة، هناك تهديد لهذه الدولة العميقة، للأسس التي بنيت، ولهذا التسويق الكاذب الذي كان يسوق للشعوب وللأنظمة على أساس هذه الديمقراطية وحقوق الإنسان ونشر السلام، وهي والفكرة الأولى التي دائما إدارات المتعاقبة الأمريكية بديمقراطية وجمهورية، وهي حماية معادلة السلام، وهذه الوساطة الكاذبة التي اليوم كشفت. الطرف الأمريكي اليوم لم يعد وسيطا، بل أصبح طرفا فاعلا، وهو الطرف الأساسي في هذا في ما يحدث، وهو المشرف على هذا الإجرام في حق الإنسانية. وبالتالي
فنعتقد أن المظاهرات اليوم استطاعت في خلال أسبوع فقط أن يكون لها تأثير على البيت الأمريكي الداخلي السياسي الداخلي. فبالتالي فنعتقد أن مواصلة هذه المظاهرات وانتشار رقعتها وجغرافيتها نعتقد أن الضغط سيزيد من حجمه، وهذا في المقابل هو نصر لهذا الحق الذي يضطهد جهارا نهارا لهذا الكبرياء وهذه النازية التي تمارس على الشعب الفلسطيني. يعني بكل وضوح اليوم العالم اكتشف جشاعة هذه السياسة، هذه أحادية القطبية، هذه سياسة القطبية الواحدة، وهذا يعطي المبرر لاتحاد لروسيا بما تقوم به، ويعطي المبرر أيضا للصين. نعتقد أن هذا كل هذه الضغوط الداخلية الأمريكية على الداخل الأمريكي هي ستصب أيضا في مصلحة الصين ومصلحة روسيا، وبالتالي وهو استنزاف خارجي واضح على لأمريكا، واستنزاف داخلي على الداخل للداخل الأمريكي الذي اليوم هما كان من المفروض أنهم خرجات للحملات الانتخابية ولتعريف ببرامج هذه الحملة الانتخابية، اليوم فيه مظاهرات وفيه قمع، فبالتالي سوف يؤثر بصورة مباشرة على أن أولا يعني يعطي قلت الأحقية لهذه القضية التي زالت مظلوميتها واضحة، ويخرج الولايات المتحدة الأمريكية من هذا المرتب الذي هذه المرتبة التي تعتليها جورا وكذبا وبهتانا وصورا. هل نفهم من خلال كلامك الدكتور إسماعيل خلف الله أننا سنكون أمام حقبة جديدة قد نشهدها خلال السنوات المقبلة، وبالتالي ستكون نقطة تحول في القضية الفلسطينية؟ القضية الفلسطينية أعتقد أن اليوم مظلوميتها وأحقيتها وقانونيتها وشرعيتها واضحة. اليوم كل الإعلام العالمي، كل الكاميرات وعدسات العالم كلها مسلطة على ما يحدث في غزة من إجرام وما يحدث من قمع على المستوى الداخل الغربي ككل، وبالتالي فهذا نعتقد بأنه أكبر مكسب اكتسبته القضية الفلسطينية، هذا محاولة طمس هذا الحق الفلسطيني. والنقطة الأخرى هو الكذب على ما يسمى بحل الدولتين. حل الدولتين انكشف أمام الفيتو الأمريكي الذي خرج ورفض دخول فلسطين في نادي المنظومة الدولية كعضو دائم وعضو كامل عضوية داخل المنظومة. لماذا ترفض؟ يعني إذا كنت تؤمن بحل الدولتين، فحل الدولتين نعتقد بأن قبول فلسطين كعضو كامل العضوية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة هي أولى الأرضيات، هي أساسيات بناء هذه الدولة التي تسعى المنظومة الدولية لتحقيقها. ولكن نعتقد بأن اليوم هذه السياسة المتبعة، السياسة الأمريكية ومن وراءها السياسة الغربية ككل، أنها كشفت وفضحت بأن حل الدولتين ما كان إلا سياسة تلاعب وسياسة هروب للأمام، كما هم الآن يتلاعبون على جلسات التفاوض. وشفنا عندما قدموا مبرر، عندما الجزائر تحركت بقوة في مجلس الأمن بمشاريع عديدة ومن بينها المشروع الإنساني وهو وقف إطلاق النار، شفنا كيف كانت المسؤولين في واشنطن كيف لم يصبروا، خرجوا صرحوا بداية من المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن كيف صرحت وقالت بأن التحركات الجزائرية هذه تشوش على جلسات المفاوضات. بلينكن أيضا صرح، مسؤولين آخرين في البيت الأبيض كلهم أعلى يعني صرحوا بأن يعني عندما تكون هناك بصيص لحل هذه القضية يحاولون طمس ويحاولون عرقلة
أي حل توصل إلى حل الدولتين. حل الدولتين نعتقد بأنه فضح اليوم أمام هذا الغطرسة الغربية التي لا تريد لحل الدولتين أو تجسيد حل الدولتين، لأن لكن إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ والدكتور إسماعيل خلف الله غير معنية وغير مهتمة بحل الدولتين اليوم، وهو ما نتابعه ونشاهده من خلال هذا الدعم المطلق للمحتل الصهيوني، لماذا تتعامل مع القضية بهذه الإزدواجية من وجهة نظرك؟ هي أنا قلت اليوم هذه الصورة اليوم تكشى، يعني ما يحدث اليوم من مظاهرات وقمع مظاهرات وفيتوهات ودعم لوجستي ودعم مالي ودعم عسكري، هذا كله كشف وفضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما كانت وسيطا نزيها، إنما هي طرف، وقولها بأنها حامية معادلة السلام هذه ليست حقيقة، اليوم تكتشف الحقيقة. وبالتالي فحل الدولتين ما كان إلا منوم للشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى، وكان ضحك على الشعب الفلسطيني، لأن لو كانت يعني حقيقة بناء حل دولتين، أي أمان وأي سلم لدولة الاحتلال الذي سوف تعيش فيه؟ يعني إذا كنت اليوم تشيطن المقاومة، تشيطن كل الشعب الفلسطيني، هذا مليونين ونصف في غزة يهجرون وتدمر غزة، يعني ماذا تنتظر؟ تنتظر أن هناك رد فعل، رد الفعل سوف إذا كان لم يكن اليوم سيكون غدا، وبالتالي أي سلام سيبنى؟ معنى ذلك أنك تريد أن تمحي القضية الفلسطينية من أساسها، وشفنا وهذا دليل يا أستاذة، يا أستاذة هذا دليل على أن حل الدولتين في 67 ماذا على بنية؟ بنية على أن فلسطين تبقى لها 22% مساحة 22% فقط، وقابلوا العرب وقابلوا الفلسطينيين على أنهم يكونون على هذه المساحة فقط، يعني أكثر من 78% كل للاحتلال الصهيوني. لكن الواقع يقول غير هذا، أن 22% لم تعد للفلسطينيين، بل تمت سرقتها عن طريق مشاريع الاستيطان، يعني الغلاف غزة الذي حدث فيه 7 أكتوبر هو سرق غلاف غزة، ما هو إلا أرض فلسطينية على مستوى ما أقرته القرار الأممي، وهذا ما يسمى بالأراضي على سنة 67. هذا 22% وتمت سرقتها، ونعتقد أن اليوم بهذه السياسة هم يريدون أن لا يتركوا لا 22% لا 10%، هم يريدون أن تكون فلسطين كلها إسرائيل، وهذه طيب. الحقيقة هذه الحقيقة التي انكشفت بكل وضوح. طيب، ومع هذا الانكشاف لزيف كل هذه الوعود الأمريكية بحل القضية الفلسطينية فيما يتعلق بهذا العدوان وحتى ما كاد قبلها، الدكتور سهيل دياب، برأيك هذه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم التي تسقط كل القوانين عندما يتعلق الأمر بالكيان وبدعمه في عدوانه على قطاع غزة، برأيك لماذا كل هذا الدعم ولماذا كل هذا الاستعداد لحماية هذا الكيان؟ بداية علي أن أقول أن ما جرى بالسبعة أشهر الأخيرة علينا أن نرى الجديد، أن الوضع الحالي ما كان قبل 7 أكتوبر لن يكون بعد 7 أكتوبر، لا بالقضية الفلسطينية ولا بمجمل العلاقات الدولية بما في ذلك علاقة الأنظمة الغربية بالعالم أجمع. فلذلك نحن في وضع جديد يتمثل أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية أولى أساسية موجودة على الأجندة العالمية، لا يمكن تجاهلها كما تجاهلوها خلال العقود الأخيرة، لا الغرب ولا الشرق ولا أنظمة هنا وأنظمة هناك، القضية الفلسطينية اليوم على الأجندة، وكل الدلائل تشير أن ما كان قبل 7 أكتوبر لا يمكن أن يبقى بعد 7 أكتوبر. هناك من يريد إعادة الأمور إلى ما قبل 7 أكتوبر، وعلى رأسهم حكومة نتنياهو ونتنياهو
وأيضا حلفائه الأمريكان، ولكن هذا الأمر يوما بعد يوم يتضح أنه من غير الممكن أن يعودوا إلى قبل 7 أكتوبر. لأن ماذا كان قبل 7 أكتوبر؟ كان ليس فقط تجاهل القضية الفلسطينية، كانت محاولة القضاء على القضية الفلسطينية. المسألة الأساسية هي ليست مسألة شكل الحل السياسي، وإنما ما زالت القضية المركزية هي على مبدأ الحق الفلسطيني. هنالك من لا يعترف أن هنالك حق فلسطيني، ويجب أن يعني هذا الحق الشرعي يترجم بشكل من أشكال الحلول. فلذلك الخوض بشكل الحل هو يقلل من أهمية النقاش على مبدأ الحق الفلسطيني. فلذلك اليوم القضية المطروحة هو مبدأ الحق الفلسطيني. لا يوجد اثنان بالعالم مختلفان اليوم أن هذا الموضوع أصبح موضوعا مركزيا لا يمكن تجاوزه. النقطة الثانية بهذا الأمر، الولايات المتحدة شريكة وتعطي غطاء للسياسة الإسرائيلية منذ أن قامت إسرائيل بالعالم عام 8 بعد الشعب العربي الفلسطيني. هي رأت بإسرائيل برنامجا ومشروعا متقدما وقاعدة عسكرية متقدمة بالشرق الأوسط لحماية المصالح الأمريكية. هكذا كان وهكذا حتى الآن. شكرا لك الدكتور سهيل دياب، انتهى وقت البرنامج ومعذرة على المقاطعة. أشكرك جزيل الشكر من الناصرة أستاذ العلوم السياسية، والشكر موصول لك الخبير في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله على المشاركة معنا في هذه الدقيقة الخاصة. مشاهدينا شكرا لكم، إلى أن نلتقي، دمتم بخير.